نت يوم أمس السبت قاعة ابن زيدون بديوان رياض الفتح بالعاصمة، العرض الأول في الجزائر لفيلم 196 متر للمخرج شكيب طالب بن دياب، وهذا بحضور عدد كبير من الفنانين الجزائريين أسماء صنعة السينما والتلفزيون كما حسن كشاش ومصطفى العريبي، عزيز بوكروني، نجية العراف، مروان قروابي وكريم مدراجي وآخرون. العرض الأول كان موعد للقاء بين السينمائيين والنقاد والصحافة لجس نبض السينما الجزائرية على أبواب الطبعة 97 للأوسكار، اللي رح يشهد هذه المرة ربما مشاركة جزائرية بفيلم 196 متر بعد ما رشحته الجزائر لتمثيلها. برنامج كلوزر كان له لقاءات حصرية على هامش هذا العرض الأول في ميكروفون آية حجوج، بدءا من مخرج العمل شكيب طالب بن دياب اللي طالب بالحفاظ على خصوصية العرض الأول لغاية عرضه أمام الجمهور. Coûte 196 mètres parce que les rues d'Alger sont les gens ne le savent pas mais elles font toutes moins de 200 mètres parce que Mahdouma fait un ravin donc gars il dure moins de 200 mètres. ولات فاهم وتشوف كي تشوفوا الفيلم تفهموا تو سامبلومون. مي ماذا بيكم ما تحكيوش بزاف الفيلم، ماذا بيكم نصور اللي ديتوهم، عندكم اون باج سبيسيال بور سا واسمها الجيرز فيلم، تصيبوا كاع تصور اللي تحتاجوهم او ديفينيسيون. انا شفتكم بون بيناتنا راكم صورتوا كاع ليماج اكسيتيرا تحكيو يفو سي تري امبورتون كو لازم البوبليك يديكوفري الفيلم في السينما ويجيو للسينما، وهذا اللي نخدموا عليها احنا وحده اللي نتعبوا عليها، ماشي لي زيماج في الانترنت في يوتيوب، لازم نجيبوا الغاشي في السينما. مدير المركز الجزائري لتطوير السينما زين الدين عرقاب خصنا بتصريح خاص لكلوزر فقط حول تفاصيل المشاركة المرتقبة للفيلم في أوسكار 2025. كنا قمنا بعمل تنسيقي وين شكلنا لجنة مخصصة من أخصائيين وفنانين مخرجين جزائريين، هذه اللجنة يترأسها السيد بالقاسم حجاج اللي كانت عملت على اختيار الأفلام للفيلم الروائي الطويل اللي راح يمثل الجزائر في الأوسكار. كانت هناك أفلام تقدمت للمشاركة من بينهم الفيلم 196 متر للمخرج شاكيب طالب بن دياب اللي كانت اللجنة صادقت عليها أنه راح يمثل الجزائر في الأوسكار. نتمنى حظ موفق إن شاء الله للفيلم في الأوسكار، ونتمنى إن شاء الله السينما الجزائرية تروج على أبعد، خاصة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الخارج وفي الداخل. بون كونتينياسيون ان شاء الله وحظ موفق للمخرج والسينما الجزائرية ان شاء الله في المهرجانات الدولية والاحتفالات السينمائية العالمية. النجم حسن كشاش ورغم قلة تصريحاته عبر عن رأيه بصراحة حول الفيلم. قدر يشدنا لأكثر من تقريبا كل فترة الفيلم كنتوا حاضرين معنا، ما سمعنا حتى صوت حتى نفس، دونك قدر ننجح الفيلم باش يشد المشاهد لكل فترة الفيلم. حطنا في اتموسفير يناسب موضوع الفيلم اللي هو يحكي عن اختطاف طفلة صغيرة طبعا، وفي طريقتين للتعامل مع القضية من طرف رجال الشرطة، واحدة الشرطة العلمية تحاول ترجع للجانب النفسي للخاطف المتسلسل، وايضا هناك يعني محققين شباب حابين يشتغلوا بطريقة تعلو تيران. للزوج يجيبوا نتائج، ولكن واحدة ممكن تجيب نتائج آنية، الأخرى مشت أون بروفوندور. اختيار التصوير الليلي كان ممتاز، لأنه أعتقد هكذا موضوع يحتاج إلى اختيار تصوير ليلي بالإضافة إلى الشتاء. ممكن أنا كنت نقدر نقول أنه الشتاء أيضا ممكن تزيد إضافة للضغط على المشاهد. بشكل عام الفيلم كان ناجح، مبروك لكل فريق العمل إخراجا وتمثيلا وتركيب وحتى الموسيقى التصويرية ساعدنا بهذه، ونتمنى له مزيد من النجاحات وإن شاء الله يعني مرشح للأوسكار. الممثل المحبوب مراد شعبان اللي كان بين فريق الإنتاج اللي عبر عن فرحته بالجيل الجديد من المخرجين والممثلين. ولا قبل ما نهضر لك على الفيلم، جي بارتيسيبي في هذا الفيلم، دونك جي ترافاي مع لا برودكسيون، دونك كنت بلو بري في ليستوار، دونك سي La première fois, je trouve le film à le public. Donc, c'est un très beau film. Comme il a dit le réalisateur, on peut dire 100% algérien. Donc, Tani Lijan, Rami Binoubli, on peut faire des films. Donc, on peut faire des films. Donc, on existe. Donc, c'est un débat. On ouvre un débat. Des collègues, des comédiens qui ont la hauteur.
ان شاء الله يكونوا دوك فيلم كيما هكذا بوغ انكوراجي باش نقعدوا سيغ لو ميم ريتم، وان شاء الله الفيلم هذا يشوفوه في لي سال سينما باش كيما يقولوا باش توجور نحلوا لو ديبا مع لو بوبليك، و سيتي اون بيل استوار ان شاء الله كيما يقولوا حاجه مليحه. الممثل الشاب علي ناموس احد ابطال الفيلم اكشف لي كلوزر عن كواليس الفيلم. كنا فريق متقارب بزاف، دونك سواء تمثيل ولا في الفريق التقني. في الفريق التقني كنا بيان سويدي يعني. هذا الفيلم صور في منذ عامين وخرج دوكا لاسباب تخص الانتاج. الفيلم مكتوب بشكل جيد، اعتقد انه كاين ذكاء كبير في الكتابه من طرف المخرج وذكاء كبير في الاخراج. نتمنى يزيد يشوفوا المشاهد الجزائري في صالات السينما ويوصل اكبر عدد ممكن من المشاهدين باش نتقاسموا معهم التجربه. يعني انت كيفاش تم اختيارك لهذا الدور؟ كاستينج جازو الدور تاعي انايا يعني كاستينج جازو فيه من قبل العديد من الممثلين. اختارني المخرج، شاف شيء منام بعد بدات فتره التحضير اللي كانت فيها العمل على الاشتغال على السيناريو والاشتغال على عمل الشرطه. وبهذه المناسبه نحيي لا دي جي اس ان المديريه العامه للامن الوطني اللي وفرت لنا كل الظروف وساعدتنا بزاف في تحضير الدور افراد الشرطه. نوجه لهم تحيه خاصه جدا ونقول لهم شكرا. بطل آخر للفيلم إبراهيم إدريس، ورغم دوره المحدود اعتبر مشاركته شرف ليه أمام قامات كبيرة. المشاركة تاعي في الفيلم مالغري كانت صغيرة، بصح الحضور كان مع أرمادة من الممثلين الجزائريين اللي معروفين. كيما قال لك سي ان اونور بون مو أنا يعني يكون في معاهم في هكذا في إنتاج هكذايا. وسي حاجة اللي تخليني تعطيني بلوس باش نزيد نخدم أكثر وأكثر مع الفيلم. شغل واش راح نقول لك، فيلم عجبني بزاف باسكو يعالج بزاف قضايا في المجتمع ويبين الارتباط تاع الفئة تاع المجتمع بين الشرطة وكان شفنا الشرطة لا بسيكولوج ولاد الحومة وكذايا. مشغول حاجة فريمون قاست الفيلم فريمون يحضر على المجتمع الجزائري. ما تبقيش تشوف الفيلم ما تشوفش تشوف ديريكتوم المجتمع الجزائري، يعطي فيه ليدونتيتي يعني فيه التعريف تاع الجزائريين، وهذا هو الصح. يعطيهم الصحة تو الموند، وان شاء الله كيما نقول لك العقوبه اعمال اخرى ان شاء الله اللي تشرفنا احنا كجزائريين ان شاء الله يا ربي. واش رايك الفيلم راح يشارك ان شاء الله في الاوسكار؟ نعم قلت لك واش رايك في الفيلم كي راح يشارك في الاوسكار؟ بون هذه حاجه كيما نقول لك تفرح، حتى ولو ما يديش الاوسكار ولا يدي الاوسكار ديجا سيليكسيوني، ديجا كي يكون هكذا سيليكسيوني ديجا حاجه تفرح. نعرفوا باللي احنا سينما تاعنا الجزائريه جالسه على بريودا شويه صعيبه وين كانت لنا فتره نقاها، ودوكا كي يشوفوا بروجي هكذايا اللي تسمى يطلع المورال وين راح حتى سيليكسيوني الاوسكار، سي ديجا سافا. تخلي الحاجه اللي تخلي مام الممثلين ولا الفنانين الجزائريين زيد تعطي لهم سما القوة باش يزيدوا يخدموا أكثر وأكثر، والأمل باش الإنتاج تاعهم يزيد ينجح أكثر وأكثر. وإن شاء الله علاش لا إن شاء الله يكونوا أعمال واحد أخرين وين تسمح يكونوا في العالمية إن شاء الله. نجمة عرب كاستينغ لويزا نهار كانت حاضرة في هذا العرض الأول وقالت عنه. يعطيكم الصحة على الحضور كما كل مرة تكونوا حاضرين. أنا فرحانة بزاف، فرحانة لأني زدت شفت فيلم جزائري كما قال المخرج وقالوا ليكيب، فيلم جزائري للجزائريين مصنوع كامل من جزائريين. هذا شيء شرف لينا وشرف الجزائر، وكما سمعتوا بالك راح يترشح الأوسكارات وعلاش لا. فرحت بزاف بوجود الممثلين نحبهم فريمون، سي دي كوميديا اكسترا وزيلير اداو الدور تاعهم، مريم نبيل جولي فيليسيت، ولا غير فرحت على الفيلم هذا، سي ان تري تري بون فيلم. الممثل الصاعد موفق محمد امين لخص راي الشباب فيما قدموا هذا العمل السينمائي. صافي بليزير شفنا حاجه جديده في السينما الجزائريه، شفنا كاستينغ شباب وشفنا دي كوميديان اللي خرجوا من لو جور اللي كنا نشوفوه من قبل في فيلم تاعهم ولا لي بيرسوناج اللي كانوا يلعبوهم. شفنا حاجه جديده عند علينا موس، عند نبيل عسلي، عند هشام مصباح، اكثر عند هشام مصباح، مريم مشقان. دونك صافي بليزير، سي فيلم اللي عطى دفعه جديده للسينما الجزائريه، سي ان فيلم بوليسي اللي خلى المشاهد شويه في الفلو. دونك ما عندناش متعودين على هذه الافلام السينمائيه، وحاجه شابه والله. صافي بليزير، ميرسي بوكو.
وين ما تكون السينما الغناء ما يكونش بعيد. وخلال هذا العرض كلوزر اغتنم الفرصة وكان له لقاء حصري مع الفنان ديدين الباريزيانو اللي حكرنا على كواليس أغنيته جديدة مع الفنان القدير عبد الرحمن جلطي مدبية. ديدين باريزيانو مرحبا بك معنا، وش رايك؟ سافا، مرحبا بك في بلادك. مساء الخير لقناة وان تي في، ومساء الخير لكل المتتبعين القناة، وراني في بلادي. الله يسلمك تعيش. مرحبا بك دايما. دين نعرفنا أكثر على الجمهور، كاين بالك ما عرفكش، زيد عرفوا بك. بون دي باريزيانو سي اكس شاب دي دين. انا جي شونجي لو نون دارتيست دوبوي 2016. عندي كارير تاع 25 سنة في الدومين. خدمت بزاف، خدمت مع دي رابور فرونسي، دي رابور امريكان، خدمت مع دي بروديكتور هنا في الجزائر ثاني بزاف، خدمت بزاف. على كل حال عندي دي كليب، عندي با مال دوفر، درت بزاف دي تورني سي ثاني مع الديوان الوطني ثقافة والإعلام، خدمت بزاف مع لوندا. وانا يعني لو ستيل تاعي مازالني توجور في هذاك لو ستيل تاع بكري، فهمتي؟ انا ما يعني ما خرجتش من الكولوار تاعي انايا يعني. وعندي ان بوبليك كيما يقولوا اللي ريستران سي با لو لارج بوبليك. عندك توجور لا سيبل ديالك مازال هي من الاول. انا جو سيب توجور لو بوبليك كي فو انتوندر دي بون تروك لا بيل ميوزيك. انا جو في تري اتونسيون للكلمات و لا ميوزيك اون جينيرالمون. اي انكور زعما يعني في الموسيقى حاليا يعني نشوف كاين شويه رداء، ولكن لكن توجور ان كونتر بوا الحمد لله. كيما على بالنا اليوم راح يكون لونسمون تاع الكليب تاعك مع جلطي، حكي لنا عليه اكثر. كيفاش باش جاتكم ليدي تخدموا كيف كيفاش كان الكليب؟ ما باه ايكوتي اليوم خرج الكليب با 18 مع ستابيل، يعني وان تي في هي الاولى اللي دارت اللي راح ندير لهم صريحه، هي اول قناه راح ندير لها صريحه بارابور على الكليب اللي درتو مع عبد الرحمن جلطي ومن اخراج المتالق امين بومدين. هي كلها ليدي جيتي كونتاكتي باغ، عندنا ان سول ماناجر انا وجلطي، هو يعني جلطي طلب باش نخدموا هاد الاغنيه سمعها لي ديجا. على كل حال عجبتني بزاف، قال لي واش رايك؟ قلت له فيها خدمناها على كل حال في باري في استوديو تاع عبد الغني تركي اللي فرا تركي تاع بكري ديجا نحييه. الاغنيه هذه طلبت لنا واحد 6 شهور حنا تسجيل، بس عاودنا درنا سجلنا وعاودنا 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 كي كملناها كاع باش ديسيدينا نخدموا الكليب. هبطت انايا خدمنا تصورنا، هي يومين تاع تصوير، تعبنا بزاف بزاف بزاف. امين عذبنا. علاش واش صرا لكم؟ والله غير عذبنا، لي تورناج بداو من 5 تاع الصباح ل 3 تاع الليل. وي سي تياتروس، فرانشمون سي تياتروس، بصح سي تي تري 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 بال اكسبيريونس. هذاك الانسان في الاخراج ما عندي ما نقول، بون في التمثيل على كل حال الانسان نحبه بزاف ما شاء الله، ما في الاخراج عنده واحد لي زيدي الله يبارك. نقول له امين الفو كونتيني دون سو كولوار، راك مليح بزاف. فوالا. ودونك واش تقول لي ثاني تاع الديو تاعك مع جلطي؟ كيفاش كانت الاغنيه؟ واش تقدر تقولنا عليها اكثر؟ اغنيه اسمها مدابيه، هي اغنيه تحكي على شغل انا وجلطي كيما نقولوا حبينا طفله. هذيك الطفله ما على بالناش اسكو حنا هي اسكو هي اسكو شافت فيه ولا شافت فيه، فوا لا كونسيدونس. والكليب جينيرالمون هذه هي شغل هي تبان لي شغل خيال في المري، دي فوا تخرج لي في لا ريسيبسيون في لوتيل. شونسو رومانتيك. ايه تقول رومانتيك مي لي ان تي بو امبيونسي. ايه ماشي زعما صلو ولا لا. فوالا. ان شاء الله ان شاء الله شو هاد الاغنيه دير رواج كبير وتستحسن الناس اللي يحبوكم ويتبعوكم. وماذا بينا وصافي بليزير ديجا كان حصري لينا البرنامج كلوزر. والله العظيم غير حصري، ونقول لكم شكرا جزيلا يعني على الاستضافه وعلى الاهتمام. نشكر لاشين مون تي في، ونقول لكم ان شاء الله نستناونا في اعمال اخرى ان شاء الله. معكم الفنان ديدي باريزيانو، استناو الاخبار الجديده وفي المجال الفني في برنامج كلوزا على قناه وان تي في. سلام.